السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكتور ديكسيون، قراءة شعرية. الوحدة الثانية الأسابيع، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني أن هاد القصيدة الشعرية غادي تبقى معنا خلال أربعة ديال الأسابيع. العنوان ديال القصيدة الشعرية فواياج أصفار. ولكن قبل قراءة القصيدة الشعرية غادي نشوفو الأسئلة ديال جو ديكوفغ إي جونتيسيب، يعني أكتشف وأتوقع. Je découvre et j'anticipe, اكتشف واتوقع، يعني اننا غادي نتوقعوا مثلا علاش كيهضر هاد، علاش كتهضر هاد القصيده الشعريه من خلال الصور ومن خلال العنوان. Je découvre et j'anticipe, quel est le titre de ce poème؟ ما هو عنوان القصيده الشعريه؟ كيف ما شفنا بان لو تيتر سي فواياج، يعني لو تيتر اي فواياج أصفار. دابخي لو تيتر اي لي زيماج، يعني من خلال العنوان والصور، فقط غير من خلال العنوان والصور، لان حنا مازال ما قريناش، مازال ما قريناش القصيده الشعريه. دابخي لو تيتر اي لي زيماج دو كوا ساجيتيل دون سو بويم، يعني بماذا يتعلق الامر في هذه القصيده، يعني غير توقعات، لان مازال ما قريناش النص، هي من خلال هذه الصور هذه اللي عندي هنايا ومن خلال العنوان اللي هو فواياج. اذا في الصور شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ واحد هنايا، واحد الطفل اللي هو كيجري على، يعني في الشاطئ. هنايا كنشوف واحد الطائره، ان افيون، كنشوف هنايا اون فواتور او بيان اون طوموبيل، اون بيسيكليت، اون باتينات او بيان اون تروتينات. يعني هادو هما الصور، شنو عندي، يعني من خلال هاد الصور هذا غادي نتوقعوا شنو غادي نقولوا، بان هاد النص هذا غادي يهضر على شي سفر، لان عندي هنايا الطياره، عندي سياره، عندي واحد الدراجه. اذا ممكن ومن خلال العنوان ديال النص اللي هو فواياج اصفار، دونك ممكن نقولوا Il s'agit. De quoi s'agit-il dans ce poème? Regardez ce mot. Il s'agit. Il s'agit d'un voyage. يعني يتعلق الأمر بسفر من خلال العنوان والصور. Il s'agit d'un voyage. دابا غادي ندوزو باش نقراو النص. كيف ما ولفنا كنديرو جوج ديال القراءات، القراءة الأولى مع الشرح والقراءة الثانية قراءة عادية. Je voudrais faire des voyages، يعني بغيت ندير أصفار أو بغيت نقوم بأصفار. Aller très vite، يعني نمشي بسرعة. Aller très loin، نمشي بعيد. Je voudrais voir tous les rivages، يعني بغيت نشوف جميع الشواطئ. Des mers que je ne connais point. يعني بحار اللي ما عمرني عرفتها. Mais ولكن je n'ai qu'une patinette. يعني انا ما عندي غير باتينات، يعني بحال ديك التروتينات اللي كيكون عندها الروايض وكيلعبوا بها الاطفال، بحال هذه اللي عندي هنايا. اون باتينات اللي هي هنايا في هذه الصوره هذه. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Wa hisan sagir mel khashab ou hisan khashabi sagir. Le cheval a mauvaise tête. يعني هذاك الحصان راسو خايب، يعني بحال راسو قاصح، يعني ما كيسمعش. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit sous moi. لا باتينيت يعني كتهرب، يعني بحال كتزلق من تحتو ملي كيكون كيلعب بها، يعني بحال كتهرب له كتزلق. سي جافي اون بيسيكليت، كون كانت عندي دراجه. جيغي دي لو سولاي لوفون، غادي نمشي منذ طلوع الشمس. باغ لي غوت بلونش، نمشي في الطرق البيضاء. انات الواضحه او اللي مقاده مزيان. J'irai plus vite que le vent. غادي نمشي اسرع من الريح.
Si j'avais une automobile, كون كانت عندي سيارة, je roulerais au clair matin. غادي نمشي في الصباح الباكر. Je roulerais de ville en ville. يعني غادي نمشي من مدينة إلى مدينة. Jusqu'aux murailles de Pékin. يعني حتى نوصل للسور ديال هذاك السور العظيم ديال الصين اللي موجود في بكان اللي هي عاصمة الصين. Je voudrais une paire d'ailes. يعني بغيت واحد الزوج ديال الأجنحة, يعني جوج ديال الجناحين, واحد من هاد الجهة واحد من هاد الجهة. Pour m'envoler au ciel profond. باش نطير في السماء العميقة, يعني الفوق في السماء. Parmi les vives hirondelles. يعني نطير مع دوك الطيور ديال السنونو الحية. Qu'on me donne un petit avion. يعني أنا كون كان غير يعطوني واحد طائرة صغيرة. Ou bien des bottes de 7 lieues. Ou bien des bottes de 7 lieues. Des bottes de 7 lieues. يعني غادي يكونوا بحال بوت اللي هو سحري, بحال هذا اللي عندنا هنايا في الصورة, هذا اللي لابس هذا الطفل, هذا بوط سحري, يعني انه كياخذ المقاس ديال اي واحد لبسو كياخذ المقاس ديال الرجل ديالو. مثلا الا كان عنده شي طفل رجليه صغيره وكان داك البوط كبير لبسو كيولي قدو, يعني كياخذ المقاس ديال رجليه. اي اون بلوس هذاك البوط يعني كيمشي كيمكن الانسان انه يمشي بسرعه, يعني غادي يمشي بحال دابا مثلا في خطوه وحده غادي يمشي داكشي اللي غادي يمشي انسان عادي في سبعة ديال الساعات مثلا. كار جو سوي ان بوتي بوسي, لانني يعني طفل صغير, بحال داك عقله الاسبوع, ديك القصه ديال عقله الاسبوع لو بوتي بوسي, يعني هو طفل صغير قدو قد صبيه صغير. كي فوا باسي دي شوز بلو, اللي كيشوف يعني اشياء زرقاء كدوز. كوم سي لونشونتور باسي, يعني وكأن الساحر داز. دابا غادي نوليو نعاودو القراءة ديال النص. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages, des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irai dès le soleil levant par les routes blanches et nettes. J'irai plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond, parmi les vives hirondelles, qu'on me donne un petit avion, un petit avion, ou bien des bottes de 7 lieues, car je suis un petit poussé qui voit passer des choses bleues, comme si l'enchanteur passait. Nous d'abord la page 35. Donc la page 35, يعني التتمه ديال النص الشعري. هنا عندي نجاوب على الاسئله. Je comprends, افهم. La première question, que veut faire le poète? ماذا يريد الشاعر ان يفعل؟ Le poète, c'est celui qui a écrit un poème, يعني هو الشاعر اللي كيكتب قصيدة شعرية. Donc que veut faire le poète, ماذا يريد ان يفعل, ماذا يريد الشاعر ان يفعل. Il veut faire des voyages, يعني باغي يدير اسفار. Il veut faire des voyages, ou bien dire le poète veut faire des voyages, ou il veut faire
il veut faire braider asfar. La deuxième question. Le poète peut-il voyager? واش الشاعر يمكن له يسافر؟ Et pourquoi? واش يمكن له يسافر؟ Non, il ne peut pas voyager. علاش؟ Parce qu'il n'a, يعني ما عندوش الوسائل باش يسافر. يعني عنده غير واحد كيف ما قال عنده غير واحد الباتينيت اي ان بوتي شوفال دو بوا وعنده واحد الحصان خشبي صغير. Donc le poète peut-il voyager? Non. Il a besoin de le jumel. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas voyager. Pourquoi? Limeda, parce qu'il. يعني ما عنده غير واحد الباتينات باسكو لنا كون باسكو لنا كون باتينات كملوا هنايا عنده غير واحد الباتينات وعنده واحد البيتي شوفال اي ان بيتي شوفال دو بوا واحد الحصان خشبي صغير اي ان بوتي شوفال دو بوان ديال الخشب بوان دوزو لا كيسيون نيميرو 3 كيل سون لي مويان دو ترونسبور سيتي دون لو بويم يعني ما هي وسائل السفر المذكوره في القصيده الشعريه Donc, ممكن نقولو les moyens de transport cités dans le poème. On a une bicyclette. Une bicyclette. Une automobile. Seyara. Ou on a un avion, un petit avion, un avion, TAR. La question numéro 4. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? يعني شحال عندنا من ستروف في هذه القصيده الشعريه لي ستروف هما دوك الفقرات الشعريه غادي نمشيو للنص الشعري باش نشوفوهم دن لي ستروف هما هادو فقره شعريه يعني هادي سي اون ستروف يعني هادي كامله هادي اون ستروف هادي حتى هي ستروف هادي ستروف وهادي حتى هي ستروف يعني هاد اربعه ديال السطوره كيتسموا ستروف يعني هادي حتى هي ستروف هادي ستروف يعني فقره شعريه راه كاين واحد الفراغ ما بين ستروف وستروف دونك كومبيان ياتيل دو ستروف دون سو بويم غادي نحسبوهم دن عندي هادي الاولى الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة وهذه الخامسة وهذه السادسة إذن عندي 6 ستروف دون سو بويم غادي نكتبوها هنا كومبيان ياتيل دو ستروف دون سو بويم إليا كيف ما قلنا سي ستروف دون سو بويم لي ستروف هما دوك الفقرات الشعريه دابا كومبيان ياتيل دو فير دون شاك ستروف شحال عندي من ديال لي فير هما الابيات الشعريه كومبيان ياتيل دو فير دون شاك ستروف نمشيو للنص باش نحسبوهم
إذن الأبيات الشعرية، هذا بيت شعري، هذا بيت شعري، هذا بيت شعري، هذا بيت شعري. غادي نحسبوا شحال عندنا ديال لي فيغ. لي فيغ هما الأبيات الشعرية. إذن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 عندنا 24 ديال الابيات الشعريه، اولا 24 ديال لي فيغ هما اللي غادي نكتبو هنايا. دونك كومبيان يا تيل دو فيغ دون شاك ستروف؟ نو دون شاك ستروف، يعني كل ستروف شحال فيها، باردون، ماشي ديال، ماشي في لو بويم كامل، يعني كل ستروف شحال فيها. كيف ما شفنا فيها اربعه ديال لي فيغ، يعني كل ستروف، يعني كل فقره فيها اربعه ديال الابيات. 1 2 3 4، يعني كل ستروف فيها 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، كل ستروف فيها اربعه ديال الابيات. دونك il y a 4 vers، يعني كاينين اربعه ديال الابيات، يعني ماشي في القصيده كامله، حيت حسبت القصيده كامله، ولكن هي دون شاك ستروف، يعني في كل فقره شعريه. il y a 4 vers dans chaque strophe. Bien, dans chaque strophe il y a 4 vers. Nous tout d'abord j'enrichis mon lexique, يعني أغني معجمي. غادي نشوفوا الشرح ديال هاد الكلمات هادو اللي عندي هنايا. بوت دو سات ليو، يعني عندك لي بوت ديال سبعه ديال الاماكن، يعني بوت سحري. هو دي بوت ماجيك، يعني سحريا، كي سادابت على تاي دو سولوي كي لي شوس، يعني كي ياخذوا القياس ديال الرجل ديال هذاك اللي كيلبسهم. ال بيرميت دو باركورير، كيمكن لهم باش يقطعوا 7 اور اون اون جومبي، يعني سبعه ديال الساعات فقط في خطوه واحده. وعندي بيتي بوسي، بيتي بوسي جون غارسون او جون في à la taille inférieure à la moyenne، يعني بحال شي بوتي بوسي، يعني واحد طفل اولا طفله اللي كتكون عندها واحد لا تاي انفيريور على مويان، يعني بحال قزم او قزمه. لونشونتور بيرسون دوي دو بوفوار ماجيك، يعني واحد الشخص اللي عنده يعني قدرات سحريه بحال ساحر. دابا جو دي بيان لو بويم، اقول جيدا القصيده. Je découpe les vers en syllabes. Exemple, يعني غادي نقسمو يعني شي بيت شعري، هذا البيت هذا الشعري غادي نقسموه للسيلاب بحال هذا ليكزامبل. هذا عندنا جو وود، هذه يعني هذه سيلاب بوحدها، وود لان هاد الكونسون بوحدها ما يمكنلاش نخليوها، يعني وود غي فوار. اذا هنا قسمنا تو لي ريفاج، إذا عندنا 8 سيلاب، 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي سيلاب اللي عندنا. نقسمو حتى هذه اللي عندنا، إذا عندنا سي، هذه سيلاب، عندنا جا، هذه حتى هي سيلاب، في سيلاب، اون سيلاب، او سيلاب، تو حتى هي سيلاب، مو سيلاب، او بقات لنا بيل. بيل دان هادي سيلاب، يعني فاش كتكون عندي واحد الكونسون مع فوايل، ديك الفوايل اللي ما كتكونش كتنطق، بحال دابا ما يمكنليش ندير بي سيلاب ولا سيلاب، لا، اذا لان كنمشي على حسب النطق، هادي راه ماشي لو باش نديرها سيلاب بوحدها، لانها ال هادي كتقرا ال بحال ما كايناش عندي هاد ال. اذا شحال عندي من سيلاب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، حتى هنا عندنا 8 سيلاب.
دوزو جو ريسبكت لي بوز، يعني نحترم الوقفات، نعرف فوقاش غادي نوقف وشحال غادي نوقف. مثلا هنا في دليل لي شرطه وحده، يعني غادي نوقف غير شويه، جوج شرطات غادي نوقف بزاف. جو فودري فير دي فواياج الي تري فيت، انت هنا راه عندي وقفه، الي تري فيت الي تري لوان، هنا غادي نوقف. Je voudrais voir tous les rivages. نقف غير شويه. Des mers que je ne connais point. انا خصني نوقف بزاف. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit sous moi. إذن هكذا كنكون سالينا الصفحتين ديالنا رقم 34 35. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. إذا كان يعجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم مازال ما اشتركتوش، تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا. شكرا جزيلا على التشجيع وعلى التعليقات ديالكم. إلى حصة مقبلة إن شاء الله.